بعد تخرجي من جامعة الإمارات عملت كمعلمة رياضيات في مدارس الحلقة الثانية، ومن ثم انتقلت إلى مدارس الحلقة الثانوية. خلال عملي كمعلمة رياضيات قدرت أني أأثر على توجهات الطالبات نحو مادة الرياضيات، قدرت أني أزرع فيهم حب مادة الرياضيات واعتبارها المادة مش الصعبة، مش اللي هي ما لها تطبيق في الحياة. بعد هذا تم ترشيحي للعمل كموجه أول لمادة الرياضيات. ففي البداية قعدت أفكر كيف أنا أرتقي بمستوى المعلم أساس هو يقدر أنه يرتقي بمستوى الطالب ويكون المخرج أفضل. حاليا مثلا إحنا ننزل المدارس لمتابعة تنفيذ المعلمين لتدريب الطلاب للاختبارات الدولية حتى نحقق التوازن بين الحياة العائلية والأسرية وبين العمل. لابد أن الواحد يعني يكون منظم في عمله، لا يؤجل عمل اليوم مثل ما نقول إلى الغد. أنا تعلمت من والدي رحمه الله أن أخاف الله في أي عمل أنجزه، أستشعر الرقابة الإلهية وأخلص في عملي. وطني يستحق مني أني أخلص له في عملي. كل ما كان الإنسان بار بوالدينه كل ما النجاح وصل له بدون ما يسعى له. يوميا أنا الحمد لله يعني أقوم مع صلاة الفجر، أتوضى قبل ما أصلي، لازم أقعد عيالي للصلاة، أحب أهتم بالزرع بنفسي، أقلم الورود أرتبها. زرع كائن حي يحتاج الاهتمام، يحتاج الإنسان يعطي جزء من اهتمامه، وعيالي الحمد لله بعد يحبون يعني أنهم يساعدوني في هذا الشيء. أحب أني أطبخ وأرتب الأكل لأسرتي وأقدمه لهم بصورة جميلة جدا. أطمح أني أنا أكون ذات بصمة على جانب سواء أسري أو على جانب زملائي في العمل. أنا كأم أقدر أعمل يعني لحد يعتبر أن وجود الأسرة عائق عن العمل. أطمح أن هاي الرسالة توصل للجميع، إحنا نقدر ننجح ونقدر نخدم وطننا مع وجود أسرتنا. أطمح أيضاً أني أنا أجد طلاب دولة الإمارات يحتلون أعلى المراكز في الاختبارات الدولية وفي الأولمبيات العالمية. المعلم صاحب رسالة، أتمنى من كل معلم أنه يخلص في عمله بحيث أنه يستطيع أن يكسب ود طلابه، يكتسب احترام طلابه. احترام الطلاب لي من لما هم يستشعرون أني أنا أحترم فكرهم، أحترم وجودهم داخل الصف. لما الطالب يستشعر أن كل دقيقة ويقضيها في الغرفة الصفية معي أنا كمعلم تضيف له كثير، أكيد هذا الطالب راح يحترمني وأكيد راح أترك بصمة إيجابية على الطالب على مدى الحياة. أنا خولة أحمد يعقوب الحوسني، الموجهة الأولى للرياضيات بوزارة التربية والتعليم.